السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. بكل سرور وارتياح فرحنا بما ساعدناه وفرحنا بما رأينا من الرجال اهتموا بسيرة نبوية الآثرة وقدموا للعالم ولهم نوايا طيبة جدا أن يقدموا لهذا العالم الإسلامي وخير الإسلام البطولة الكبيرة التي قدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاريخ بعثته إلى مماته وداخل بيوته وحالات زوجاته وبناته ومن الصحابة الكرام. كما عرفنا من هذا البرنامج المبارك الحياة الأصلية الحقيقية التي أسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وسط الجبال، يعني التي لا تتوفر على زرع. وكما رأينا أيضا الحالة التي كان يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصوله المدينة المنورة. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي.